بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما يؤمر به من غض البصر. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في باب غض البصر، وقد تقدم معنا عدد من الأحاديث في وجوب غض البصر، وهي كلها تأويل لقول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم معنا من أحاديث بغض البصر، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: لك الأولى وليست وعليك الثانية، أو ليست لك الثانية، معنى عليك لك الأولى أي لا إثم عليك في النظرة العابرة الأولى التي لم تقصد، ولكن عليك إثم النظرة الثانية التي أنت تقصدها وتغلغل النظر بها إلى المحرمات. هذه هي التي تحسب على الإنسان. والحديث الذي معنا في هذه الليلة يأتي في هذا السياق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه يراها. يعني المرأة لا يجوز لها أن تغلغل نظرها في أعضاء امرأة أخرى وتطلع على تفاصيل جسدها وهي عارية فتنقل ذلك إلى زوجها، تنقل ذلك إلى زوجها، لأنها كأنها هنا جعلته ينظر مباشرة. هذا الوصف الدقيق الذي تنظر إلى تذكره المرأة عن جسد امرأة أخرى إلى زوجها تجعل المسألة كأن الزوج ينظر إليها رأي العين، وهذا من المفاسد العظيمة، لأنه قد يدفع الزوجة إلى التطلع إلى تلك المرأة، وقد يعجب بها ويدفعه الشيطان إلى الاتصال بها عن طريق الحرام. وهذا أمر، هذا هو الأمر الذي حذرت منه الشريعة، النظر إلى المحرمات وسيلة إلى ما هو أعظم منه، وسيأتي معنا في الحديث في هذه الليلة. النظر والاستماع هذه وسائل ليست هي الزنا والعياذ بالله الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وأوجب الحد عليه، لكن الزنا يمر عبر هذه الوسائل، والوسائل هي التي توصل إلى المقصود،
فالنظر هذا ربما يقود إلى الوقوع في الحرام. الزوج غافل فتأتي امرأته فتصف له امرأة أجنبية وصفا دقيقا كأنه ينظر إليها فيشتهيها فيندفع إلى الاتصال بها حراما. هذا هو السبب الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها هذا الوصف الدقيق، لأنه قد يدفعه إلى الوقوع في الحرام. تماما كما ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فيشتهيها فيدفعه هذا النظر والعياذ بالله إلى الوقوع في الحرام. فعندنا وسائل وعندنا مقاصد، وتحريم الوسائل تابع لتحريم المقاصد. المقصد هنا من التحريم تحريم الزنا والعياذ بالله، هو الفاحشة الكبرى التي شدد الله سبحانه وتعالى في شأنها وأوقع عليها العقوبة العظيمة، ولكن الوسيلة إليها محرمة تبعا لها، محرمة. النظر قد يقول قائل وماذا في النظر؟ نظرة، لأن النظر وسيلة إلى الوقوع في الأمر المحرم. فمثل هذه الأمور قد تقع في المجتمع وقد لا يتنبه لها الناس، وقد يسأل الزوج نفسه امرأته عندما تكون ذهبت مثلا إلى مناسبة أو حفلة أو لقاء، كيف فلانة؟ ما رأيك فيها كذا؟ بنت فلان كيف هي؟ فتصفها له. يجب أن تكون المرأة المسلمة أيضا وقافة عند حدود الله، هذا لا يجوز لها، لا يجوز لها، لأنها تجعل زوجها كأنه ينظر إليها، فهي سبب جعلته يتصل بالأمر المحرم. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه يراها، كأنه يراها، لأن هذه يعني في مقام الرؤية المباشرة التي يظل الزوج يتأمل فيها ويفكر فيها، وربما قاده ذلك إلى الحرام تماما كالنظر إلى المرأة الأجنبية. فإن الإنسان إذا نظر إلى المرأة الأجنبية بقصد وداوم النظر إليها هذا سيدفعه إلى اشتهائها وإلى السعي والعياذ بالله إلى الاتصال بها عن طريق الحرام. فلذلك نهت الشريعة عن هذه الوسائل التي تؤدي إلى المقصود الأعظم من النهي، وهو الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن أبي الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. نعم، هذا الحديث تعبير عن الواقع الذي لا مفر منه، الواقع الذي يعيشه الناس جميعا، وهو أن المرأة إذا الأجنبية إذا راها الإنسان الشيطان يزينها له، وهذا معنى قوله تقبل في صورة الشيطان، يعني إذا أقبلت ونظر إليها الرجل زينها له الشيطان. الشيطان صورته منفرة، لكن الشيطان هنا يزينها له كأنها أجمل أهل الأرض، فلذلك يسعى ويتحرك إلى الاتصال بها. الإنسان في مثل هذه الحال، خصوصا الإنسان صحيح البدن أو الشاب ونحو ذلك، إذا رأى مثل هذه الأشياء تتحرك شهوته، وهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي لا مفر منه. ماذا يصنع الإنسان في مثل هذه الحال؟ إذا شعر الإنسان بشيء من ذلك، الدواء له أن يأتي أهله، يدخل بيته فيتصل بأهله وينتهي الأمر، ينتهي الأمر. هذا يعني الدواء العاجل الناجع لمثل هذا الأمر، لا يسترسل، يظل ينظر
لا، يبادر إلى بيته ويتصل بأهله ويقضي شهوته. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة رؤية عابرة فتحرك في نفسه ما يتحرك في الرجال. ولا نقول هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في الحرام، لأنه لم يكرر النظر، لكن تلك النظرة العابرة أثارت في نفسه ما تثيره النظرات في الرجال، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ودخل على زوجه زينب بنت جحش فقضى حاجته وخرج إلى أصحابه. وهذا موطن من مواطن التعليم وبيان الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بياناً عملياً وأردفه بالقول، بيّنه عليه الصلاة والسلام بفعله وأردف ذلك وأكده بقوله، قال: فإذا رأى أحدكم مثل هذا فليأتي أهله، فليأتي أهله، فإن المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني بمعنى أن الشيطان يزينها ويحسنها لمن رآها حتى يدفعه إلى الوقوع معها بالحرام والعياذ بالله. هذا هو الدواء، إذا أحس الإنسان بشيء من هذا، تحركت شهوته من نظرة نظرها إلى امرأة أجنبية، أن يأتي إلى أهله فيقضي وطره بالحلال وينتهي هذا الأمر، هنا تسكن شهوته. طيب، قد يقول قائل: من لم تكن له زوجة أو كانت زوجته بعيدة ماذا يصنع؟ الإنسان لا بد أن يأخذ بالاحتياط النظر، هذا كما مر معنا في الأحاديث، النظر الفجأة والنظرة العابرة التي ليست مقصودة لا يؤاخذ عليها الإنسان، لكن النظرة الأخرى والاسترسال في النظر منهي عنه، عليه أن يحترز ويحتاط ويبتعد. ثم إذا لم يكن متزوجا أو كان زوجه بعيدا، رجل مسافر مثلا، امرأته في بلد آخر بعيد وهو هنا، ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني من استطاع تكاليف الزواج البدنية والمالية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لأن الإنسان إذا كان مستغنيا وأفاض الله سبحانه وتعالى عليه من فضله ويسر له زوجا، لا يحتاج إلى أن ينظر يتطلع إلا إذا استفزه الشيطان والعياذ بالله. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، دواء ناجع. ومن لم يستطع قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. لكن الإنسان الذي يذهب إلى هذه المواطن أو يتطلع إلى ما يثير الغريزة والشهوة من الصور المحرمة أو الأفلام الآن أو المقاطع هذه التي تنتشر في وسائل الاتصال وفي الجوالات وفي غيرها، هذا يعرض نفسه للفتنة، هذا هو أدخل نفسه في الفتنة اختيارا والعياذ بالله. فيجب على كل إنسان مسلم أن يحترز من مثل هذه الأمور وأن يتذكر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، حتى هذه الصورة التي يراها الإنسان في وسائل الاتصال هي محرمة، هي محرمة، وقد تكون هذه الصورة متحركة حية، وقد يكون معها كلام يثير في النفس ما لا تثيره النظرة العابرة، وقد يكون منظرها من التعري والتفسخ والعياذ بالله يثير في النفس أشياء كثيرة خصوصا لدى الشباب. فلذلك يجب على الإنسان أن ينظر في شأن نفسه، أن ينأى بنفسه عن الحرام. مسؤولية الإنسان على نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى بنفسه، سيحاسبه هو، ليس معه من يترجم له، وليس معه من يدافع عنه، وليس معه من يشهد له مباشرة. فلذلك لابد أن يتذكر الإنسان هذه المواقف
حتى يقوي في نفسه حاسة التقوى. إذا تقوت هذه الحاسة في نفس الإنسان هي التي تردعه بإذن الله عن مقارفة هذه الأمور المحرمة. حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا أبو ثور عن معمر، أنبأنا ابن طاووس عن أبيه رحمهم الله، أنبأنا ابن طاووس عن أبيه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان، وزنا اللسان المنطق، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا. بهذه القصة قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع، والأذن زناها الاستماع. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أمر واحد، على أن الإنسان يحصل منه الاتصال بالزنا، بفاحشة الزنا بوجه من الوجوه. كل إنسان يحصل منه الاتصال بفاحشة الزنا على وجه من الوجوه: بلسانه وبنظره وبيده وبرجله وبأذنه، يحصل منه ذلك. وهذه كلها مقدمات تتصل بالفاحشة الكبرى وهي فاحشة الزنا، فنسبت إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، هذا ليس من باب الإجبار، ليس من باب القدر الكوني أن الإنسان مكتوب عليه، كما يقول بعض من لا خلاق لهم: إن الله كتب علي الزنا، كتب علي ألا أصلي. لا، هذا الكلام غير صحيح. الكتابة هنا راجعة إلى علم الله سبحانه وتعالى بأن هذا العبد سيفعل ذلك الفعل، فالله سبحانه وتعالى كتب ذلك عليه في الأزل. إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل شيء. فكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. فعلم الله سبحانه وتعالى المحيط أدرك ما سيفعله هذا العبد، هل ينظر إلى الحرام أو لا ينظر، هل تمتد يده، هل تمتد رجله، هل تمتد شفتاه، هل تمتد أذنه إلى الحرام أو لا يحصل ذلك منه. فهذا من باب العلم الإلهي الأزلي، لكن هذا ليس فيه تكليف، انتبهوا لهذا. العبد لا يكلف بما في علم الله، ولكنه يكلف ويؤاخذ بما يفعل، فإذا فعل فعلا فإنه لا يختلف عما في علم الله سبحانه وتعالى، يقع هذا الفعل مطابقا لعلم الله تبارك وتعالى.
لكن لا يكلف الله عبدا بما في علمه ولا يؤاخذه بما في علمه، يؤاخذه بفعله، أمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، فإن أطاع فهو موافق لما في علم الله، وإن عصى فهو موافق لما في علم الله، لكنه فعل ذلك اختيارا. ففي باب التكليف ليس هناك إجبار، ليس هنالك إجبار. الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، بيّن له الله سبحانه وتعالى ذلك وأمره ونهاه، فلا يؤاخذه إلا على فعله. فقوله كتب عليه يعني في علم الله سبحانه وتعالى، علم الله أنه سيفعل ذلك، لكنه لا يؤاخذه إلا إذا فعل ذلك، وهو سيفعل ذلك لا محالة، لأن ما في علم الله لا يتخلف. قال كتب عليه حظه من الزنا، فزنا العينين النظر، إنسان ينظر إلى المحرم، فنظره إلى الأمور المحرمة إلى المرأة أو العورة التي لا يجوز له الاطلاع عليها، هذا أمر محرم، وهو مقدمة من مقدمات الزنا، تقود إلى الزنا، فهو ملحق بالزنا. وزنا اليدين البطش، في زنا العينين النظر، وزنا وزنا اللسان النطق، وزنا الشفتين القبل، وزنا الأذن الاستماع، وزنا اليدين البطش يعني الإمساك واللمس، وزنا الرجلين المشي، يعني سمع بامرأة أو رآها فأعجبته، امرأة أجنبية ليست زوجه، لأنه لو ذهب إلى زوجه لا يؤاخذ على هذا بل يؤجر، لكنه إذا ذهب لامرأة يريد أن يفعل معها فعلا حراما أو يريد أن يطلع على ما لا يحل له الاطلاع منها، مشيه هذا من مقدمات الزنا، فهو حظه يعني نصيبه من الزنا. والنفس تمنى وتشتهي، يقول يا ليتني لو أستطيع لو أفعل كذا، هذه الحركة في داخل نفسه حظ من الزنا، هذه مقدمة، كونه مثلا يرغب ويجتهد ويفكر في هذا الموضوع ويجول في خاطره وفي داخله، هذا مقدمة من مقدمات الزنا، قد تقود والعياذ بالله إلى الفعل الأكبر. ولذلك قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني إن حصل ما قصده من هذه النظرة أو من هذا الاستماع أو من هذا النطق أو من هذا المشي أو من هذا اللمس، والفرج صدقه يعني تحقق له ما أراد فوقع في الفاحشة الكبرى، هنا صدقه الفرج يعني حقق الفاحشة الكبرى، حقق له ما فكر فيه ما نظر إليه ما سعى إليه. أو يكذبه يعني إذا لم يتمكن من ذلك لم يحصل شيء. ما المقصود بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم، يعني هذه الأمور معاصي قبل فاحشة الزنا نفسها، هذه الأمور من المعاصي، النظر النطق اللمس الكلام المشي كل هذه معاصي يؤاخذ عليها العبد، لأن النبي عليه السلام نهى عنها، لا تتبع النظرة النظرة، نهى. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني خلاص لا ينظر، فهذه معاصي، معاصي هي ليست من الأمور اليسيرة، اللمم اللمم المعاصي اليسيرة، لكن ابن عباس يقول ما رأيت شيئا يعني من المعاصي أشبه باللمم من هذه الأمور. لماذا؟ مع أنها معاصي
ولو أصر الإنسان عليها أصبحت كبائر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها تكفر بالأعمال الصالحة. فكونها تكفر بالأعمال الصالحة أشبهت ماذا؟ اللمم، لأن اللمم هذا الله سبحانه وتعالى يكفره بالعمل الصالح بالتوبة منه. الأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات. فقول ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم من هذه الأمور، ما لا يقصد أنها من اللمم، ما يقول إنسان ينظر إلى العورات المحرمة ويقول هذه من اللمم، لا، لكن حكمها في شريعة الله لمن تاب منها أنها مثل اللمم، يعني تكفرها الأعمال الصالحة. إذا جاءت الأعمال الصالحة تمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى لمن لم يكن مصرا عليها مقيما عليها. نعم. باب في وطئ السبايا. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. نعم، هذا الحديث يبين حكم وطئ السبايا، وهذا أمر وإن لم يكن الآن موجودا، لم يعد موجودا، لكنه حكم ثابت مستقر في هذه الشريعة، والأصل فيه ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. غزوة حنين الغزوة المشهورة التي أعقبت ماذا؟ أعقبت فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة بعد الفتح منتصرا ظافرا، وأصحابه منتصرون فرحون مستبشرون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين لقتال هوازن لقتالهم، وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد ممن أسلم في فتح مكة من قريش ومن معها من كان من جيرانهم ومن حولهم. هؤلاء خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسموا بماذا؟ بمسلمة الفتح. هؤلاء أسلموا في الفتح، لكن ليس لهم من التربية، ليس لهم من الصفاء، ليس لهم من رسوخ الإيمان ما للمسلمين الأوائل المهاجرين والأنصار، لكنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح جيش النبي عليه الصلاة والسلام كبيرا، أكبر جيش خرج به النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة عدوه جيش حنين. فنظر بعض الصحابة، هذه مسألة نذكرها هنا للمناسبة، نظر بعض الصحابة في هذا الجيش وفي هذا الخير وفي هذه القوة وقالوا لن أعجبوا بكثرتهم، وقالوا لن نغلب اليوم من قوة، من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، إذا كانت المسألة بالكثرة العددية فالنصر لنا. لكن الله سبحانه وتعالى لقنهم درسا لا ينسى لهم ولمن يأتي بعدهم، أن النصر من عند من؟ من عند الله.
إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فحصل ما حصل، الكفار تترسوا في أماكن معينة في الطريق ونصبوا كمائن المسلمين فانقضوا عليهم، فتفرق جيش المسلمين وأسرع كثير من مسلمة الفتح للهرب، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قلة قليلة من أصحابه، ثم ثبتوا ونادوا في المهاجرين والأنصار فعادوا ونصرهم الله. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى موجها لهم ومذكرا لهم ومعلما لهم ولغيرهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أين ذهبت تلك الأعداد عندما تفرقوا؟ فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه الأسباب الدنيوية انقطعت الآن، فيأتي السبب الأصيل، السبب الأكيد في النصر، وهو نصر الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذا النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فبعد أن نصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام ودحر الكافرين، بقيت بقايا من المشركين في مكان قريب من موقع المعركة في حنين، منطقة اسمها أوطاس، موجودة الآن بعد وادي حنين. فذهبوا إليهم وقاتلوهم واستولوا على ما وجدوه من الأسلحة والعتاد والذرية، يعني النساء والصبيان، استولوا عليهم وجاءوا بهم. والحكم في هذا أنهم يصبحون أرقاء، يترقون في الحرب، أسر الحرب، أرقاء. وهؤلاء النسوة يرادن لماذا؟ للاستمتاع، إماء في الأصل حرائر، لكنهن وقعن في الأسر. الصحابة مع أنهم بشر وحاجات نفوسهم كحاجات الناس، إنسان تتحرك شهوته، يطمع في الطعام الطيب، في المرأة الجميلة، في قضاء شهوته، في تحصيل المال، لكن الصحابة الذين تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا نمطا آخر. الصحابة الذين تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وخالط الإسلام بشاشة قلوبهم كانوا نمطا آخر. تحرجوا من وطئهن، مع أنهم أصبحوا إماء في ملكهم. لماذا؟ من جهة أزواجهم المشركين، لأن هؤلاء النسوة كن أزواجا للمشركين، فكيف يعقب المسلم المشرك؟ فتحرجوا من وطئهن. فالله سبحانه وتعالى رفع هذا الحرج، قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، حتى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء لا يجوز أن يعقد الإنسان على امرأة متزوجة، قال: إلا ما ملكت أيمانكم. فالله أحل لكم ذلك بملك اليمين. ومن أسباب ملك اليمين الأسر في الحرب، وقعوا أسرى فأحلهم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لكن بعد انقضاء العدة. العدة سيأتي معنا كيف تنقضي عدة هؤلاء السبايا النسوة اللائي سبين، كيف تنقضي عدتهن إذا كانت إحداهن حاملا؟ فانقضاء عدتها بوضع الحمل،
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا لم تكن حاملا، وهي التي يقولون عنها حائل، في حامل وفي حائل، الحامل هي التي في بطنها جنين، والحائل هي التي ليس في بطنها جنين. كيف نعرف أنه ليس في بطنها جنين؟ بالحيض. فإذا حاضت دل ذلك على ماذا؟ على أنها حائل وليست حامل، والسبية والأمة عدتها حيضة واحدة، إذا حاضت وانقضت عدتها جاز لمالكها وطؤها، جاز لمالكها وطؤها. لكن لا يجوز له أن يطأها قبل أن يستبرئها، لا يجوز له ذلك، سيأتي معنا في الحديث. حدثنا النفيلي، أخبرنا مسكين، أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رحمهم الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحة فقال: لعل صاحبها ألم بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل، وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. حدثنا عمرو بن عون أنبأنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. نعم، هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مر في يوم حنين على امرأة واقفة بباب فسطاط، بباب خيمة، وهي من السبايا. قال: مر بامرأة مجح. المرأة مجحة يعني بطنها كالبطيخة، بطيخ يسمى الجح، الآن يقال البطيخ الجح، في بعض المناطق يقولون عن البطيخ الجح، الجحة. لماذا؟ لأنها مكورة منتفخة. فشبه بطن هذه المرأة المنتفخ بالبطيخة هذه الجحة. قال: مر بامرأة مجح حامل. ما يمكن أن يتصور أنها حملت الآن ووصلت إلى هذه المرحلة، فلا بد أنها من السبايا، أنها كانت حاملا قبل أن تسبى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل صاحبها قد ألم بها، يعني لعله قد استمتع بها، قد وطئها. قالوا: نعم. فعل ذلك، يعني من كانت تحت يده فعل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هل لعنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن هذا دليل على ماذا؟ دليل على عظم هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بلعنه، لعنة عظيمة تدخل معه في قبره. كيف يورثه هذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة؟ رقيق مثلها، وهو كيف يسقي ماءه زرع غيره؟ يعني إذا فرضنا أن هذا الولد منه هو، ثم يصبح هذا الولد رقيقا عبدا وهو أصله حر، وكيف يورثه وهو لا يرث؟ كيف يصبح وارثا له وهو من غيره؟ يعني كأنه أدخل في أسرته من ليس منهم. هذا كله بسبب اختلاط المياه، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا الأمر. هذا دليل. ولاحظوا أن هذا الأمر في بداية قضية السبي، قضية السبي وبيان أحكامه.
مع أن الرجل ما كان يعرف ذلك، ما كان يعرف ذلك، لو كان يعرف ذلك لوقع في هذا الإثم العظيم، لكنه ما كان يعرف. فهذا التشديد من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على عظم هذا الأمر حتى يجتنبه الناس، هزة قوية جدا للمشاعر، أن النبي عليه السلام يقول لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. مشاعر حينئذ تتحرك، فلا يفكر أحد بعد ذلك في أن يطأ امرأة حاملا حتى ولو كانت ملك يمينه، لا بد أن ينتظر، إن كانت حاملا لا بد أن ينتظر عليها حتى تضع، وإن كانت حائلا فلا بد أن ينتظر عليها حتى تحيض. لماذا ينتظر عليها حتى تحيض؟ لأنه ربما أنها قد علقت في آخر الوقت ولم يتبين فيها حمل. ما الذي يبين الحمل من عدمه؟ الحيض. فإذا حاضت دل ذلك على أنها ليست حاملة، دل ذلك على أنها ليست حاملة. وهذا تشديد من النبي عليه السلام في مثل هذا الأمر حتى يجتنبه الناس. نعم. حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني رحمهم الله عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة، زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية. نعم. هذا الحديث فيه جمل كثيرة وأحكام عديدة، لكن فيه جملة تتعلق بما تقدم وهو قضية وجوب استبراء الأمة المسبية، كانت حاملا بوضع الحيض وإن كانت بوضع الحمل وإن كانت حائلا فبالحيضة. حديث أبي سعيد فيه تصريح باستبرائها بحيضة، لكن في حديث أبي معاوية هذه الزيادة غير محفوظة من هذا الطريق، هذه الزيادة غير محفوظة، يعني فهي وهم من أبي معاوية، يعني الحديث الذي رواه الطريق هذا الذي جاء به أبو معاوية الأصل فيه الثابت فيه أنه ولا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة، هذه وهم من الراوي أبو معاوية، لكنها ثابتة في حديث أبي سعيد. كونها ثابتة في حديث أبي سعيد لا يجوز أن يدرجها أو أن يثبتها راو لم يسمعها في طريق لم تثبت فيه، هذا من دقة العلماء رحمه الله في الحديث في تتبع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والتوقي من الزيادة أو النقص فيها. طبعا الجزء الذي يتصل
بما تقدم معنا هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن وطئ السبايا إلا بعد الاستبراء. الاستبراء يحصل بأحد طريقين، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبحيضة، لأن قلنا إن وجود الحيض دليل على عدم وجود الحمل. لكن هذا الحديث فيه أيضا أحكام أخرى، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يحل، يعني يحرم، قوله لا يحل يعني يحرم على كل أحد أن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع شهر أن يبيع شيئا مغنما من مغانم المسلمين حتى يقسم الفيء، يعني الغنائم جمعت وهذا أخذ شيئا منها وباعه قليلا أو كثيرا قبل القسمة لا يجوز له، لأن هذا لم يتعين له وإنما هو على ملك المسلمين عامة، فلا يجوز له أن يخص نفسه بشيء منه، لا يحل له قبل القسمة، لا يحل له ذلك، سواء كان هذا ثوبا أو طعاما أو دابة أو إناء أو شيئا يستمتع به أو فراشا، كل شيء يصلح أن يكون مالا لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل أن تقسم الغنائم بين الغازين، بين الغزاة، بين الغانمين. قال ولا يجوز له أن يركب دابة. طيب الآن لا يجوز له أن يبيع، لكن هل يجوز له أن يستفيد، أن يركب دابة من دواب، من الدواب التي كانت في الفيء حتى إذا أعجفها هزلت ضعفت جاء بها فردها في الفيء؟ طيب من الذي أعجفها؟ من الذي أوصلها إلى هذه الحال؟ هذا انتقص من ماذا؟ انتقص من مال عامة المسلمين، هذا المال الفيء لعامة المسلمين. كذلك الثوب، وجد ثوبا فلبسه وذهب يتجمل به يمنة ويسرة حتى إذا خلق الثوب تمزق أو اهترى جاء به فرده، قال أنا ما أخذ شيء من غنائم المسلمين. لا، أنت أنقصت غنائم المسلمين وإن لم تأخذه بالكلية لكنك رددته على غير وجهه، وهذا دليل على أن من أخذه لضرورة أو لحاجة مؤقتة أنه لا شيء عليه. يعني مثلا إنسان وجد الفيء موجودا والثياب هذه وأراد أن يصلي وعورته مكشوفة، ما عنده شيء يستر به عورته، فتناول ثوبا ستر به عورته وصلى، هذا لا شيء عليه. إنسان جائع وصل به الجوع إلى مرحلة حد المخمصة أو قريبا منها فتناول شيئا من الغنائم وأكله، هذا لا شيء عليه. لكن الذي يريد أن يأخذ ما وراء ذلك، يريد أن يتمول، يريد أن يتجمل، هذا عليه مؤاخذة. هذا الفيء الأصل فيه ما هو أيها الإخوة؟ الأصل فيه الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار، ولكن هذا الفيء تطور مفهومه وأصبح هو ما يسمى بالمال العام. المال العام لماذا سمي بالمال العام؟ لأنه لعموم المسلمين، ليس لأحد حق زائد فيه إلا شيء يخصه أو شيء يستحقه كالموظفين مثلا والعمال وكذا، لكن أن يأخذ ما لا يستحقه، يعني موظف مسؤول عن مستودع له مرتب يأخذ مرتبه في آخر الشهر، لكن هذا المستودع فيه أشياء كثيرة، فيه أجهزة كهربائية، فيه ملابس، فيه حاجات كثيرة، فهو يتصرف في بعض الأحيان كأنه المالك، يأخذ لبيته ما يعجبه
وقد يأتيه بعض أصدقائه ويقول يا فلان أنا أحتاج كذا، قالوا ائتني بعد الدوام وتعال في الصباح أو تعال في المساء وأنا أعطيك، أو يأخذها هو ويناولها له. هذا من العدوان على مال المسلمين. تصور لو أن مالا محصورا، مبلغ مالي يخص أسرة قوامها 10 أشخاص، فجاء إنسان فأخذ هذا المال سرقة أو غصبا أو نهبا أو نحو ذلك، جناية أليس كذلك؟ جناية حرام. لكن هنا جنى على من؟ جنى على واحد؟ جنى على 10، والجناية على 10 أعظم من الجناية على الشخص الواحد. طيب إذا جنى على عامة المسلمين، هذه جناية عظيمة جدا، وهذا ما لا يتنبه له كثير من الناس، يظن أن المال العام هذا لمن استطاع أن يصل إليه، حتى لو لم يكن تحت يده يأخذ منه ما شاء. موظف عنده أوراق كتابة، أوراق طباعة، أقلام، مراسم، أشياء، يأخذ منها ما يشاء، يعطي لأولاده، يعطي لجيرانه، يعطي لأصحابه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فما بالك بالأشياء الكبيرة، ما بالك بالأموال السائلة والنقود. لا يجوز للإنسان أن يتصرف، لابد أن يتذكر هذا الأمر العظيم، أن هذه، أن الجناية هنا ليست على شخص بمفرده، والجناية على الشخص المفرد جناية عظيمة، لكنها جناية على عدد كبير. فلا يجوز للإنسان أن يفرط فيما اؤتمن عليه، لأن هذه خيانة، خيانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والعياذ بالله. خيانة، هذه خيانة الأمانة من أعظم الذنوب، والعياذ بالله. بعض الناس لا يظن، لا، يقول لك لا هذا مال الحكومة، مال الدولة، ما في شيء، يعني ما في شيء. من قال لك ما في شيء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد حتى في هذه الأمور اليسيرة، أن إنسانا يركب على دابة ويردها، أو يلبس ثوبا ثم بعد ذلك يرده، فكيف بالأشياء العظيمة؟ فكيف بالمبالغ الكبيرة؟ هذه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يتذكر الإنسان هذه الأشياء اليسيرة. عندما يقع التشديد والتجريم على الأشياء الصغيرة تكون الأشياء الكبيرة من باب أولى. ما يحتاج أن يأتي دليل أو حكم ينص عليها، يأتي، ما يأتي دليل يقول حرام تسرق 5 ريال، ثم يقول طيب يسرق 1000، يقول 1000 ما ورد فيها دليل. لا، إذا كانت الأشياء الصغيرة محرمة فمن باب أولى الأشياء الكبيرة. والعلماء يمثلون لهذا بقوله تبارك وتعالى في شأن الوالدين، في شأن رعاية حق الوالدين والبر بهما: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول العلماء رحمهم الله إن قولة أف، أن يظهر الابن التأفف والضجر من أبيه، من مطالبه، من أوامره، من تصرفاته، يقولون إن كلمة أف أقل أنواع الأذى، ما في أذى أقل من هذه. فما بالك بالضرب، ما بالك بالشتم، هذه أكبر. ما يأتي واحد يقول لا التحريم ورد للتأفيف، لكنه ما ورد للضرب ولا للشتم، هذا والعياذ بالله ما يقوله عاقل، ما يقوله عاقل. فإذا حرم الشيء الصغير اليسير فما كان أكبر من ذلك من جنسه فهو أشد، فهو محرم مثله، وهو أولى بالتحريم من هذا الشيء. نعم. طيب نتوقف هنا لأن معنا بعض الأسئلة، يبدو الأسئلة هذه كلها تمحورت حول قضية السبي والسبايا.
يقول هل لازالت مشروعية السبي قائمة في وقتنا الحاضر؟ لا، مشروعية السبي الآن لم تنسخ ولم تمحى، ولكنها توقفت. لماذا؟ لأن هنالك الآن أنظمة وأعراف دولية وأشياء متبادلة في قضية الأسرى وأحكام تتعلق بذلك، لكن لم تنسخ هذه، لم تنسخ، هذا حكم باق في كتاب الله، لكنه الآن غير مطبق. فلا يجوز لإنسان أن يذهب الآن للكفار ويأخذ منهم ويقول هذا سبي. نعم. يقول بوطئ اليمين، بوطئ الوطئ بملك اليمين، هل تصبح هذه زوجته شرعا ويحتاج إلى شهود ومهر؟ لا، هذا الفارق بين الوطئ بملك، يعني بين الوطئ بملك اليمين والوطئ بالعقد. العقد على الحرة بشهود ومهر، ولا بد أن يكون الولي برضاها، لكن ملك اليمين لا تشترط فيه هذه الشروط، المهم أن تكون مملوكة له، ولا يحتاج إلى مهر ولا يحتاج إلى شهود. وإذا ولدت ولدا لحقه الولد. يقول إذا كانت له زوجات فكيف ذلك؟ تكون هي مملوكته بملك اليمين. يقول هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها زيارة أخيها المريض؟ نعم نعم، المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن لها نخل، زوجها توفي وهي معتدة ولها نخل، وجاء وقت الجداد، وقت قطع النخل، استوى الثمر، وهي تسأل النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها جدي، لعلها إذا جدت أن تتصدق، أن تطعم، أن تهدي. نعم، فمثل هذا لا شيء فيه، لا تمنع المرأة من مثل هذا الأمر، لكن تلتزم بأحكام العدة وتبيت في بيتها. يقول شخص ترك صلاة الجماعة في المسجد بناء على نصيحة الطبيب له لكون مناعته متدنية صفر، ويخاف عليه، لا شيء عليه، هذا من الأعذار التي تسقط الجماعة، لا شيء عليه بإذن الله، ونسأل الله له الشفاء والعافية. اللهم أنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر عبادك المسلمين المضطهدين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.